رغم الجهود والخطط المرورية التي تبذلها الجهات المعنية، إلا أن مشكلة الازدحامات واختناقات السير تشكل أحد أهم المشاهد خلال الحياة اليومية في مدينة الزرقاء. المزيد في التقرير التالي. ازدحامات مرورية واختناقات على الطرقات مشهد يومي في حياة الزرقاء وأحيائها، رغم التواجد الدائم لرجال السير، بما يثير العديد من التساؤلات بين المواطنين أن إلى متى هذه الحال. السبب الرئيسي في أزمة السير أعتقد هي قلة عدد رجال المرور في مدينة الزرقاء. هذا هو أهم الأسباب، الغياب الرقابة المرورية. ثانيا، التوسع بالأفق بالعمران، خصوصا مع عدم وجود مواقف للسيارات. أزمة السير في الزرقاء أصبحت مؤرقة للجميع، للراجلة ولا اللي بيستخدموا سياراتهم. احنا بنعرف انه يعني في اسباب موضوعية تاريخية منذ تأسيس الزرقاء، بانه في شوارع ضيقة او انها اسست بشكل عشوائي، ولكن اصبحت كمان الازمة موجودة في المناطق الحديثة اللي انشئت حديثا وشوارع واسعة. انا بعتقد ان هناك في تقصير حول تنظيم مسألة السير في الزرقاء من اكثر من جهة بالضرورة. تفاقم فوضى الأزمة المرورية في شوارع الزرقاء خلال أوقات معينة، علاوة على سوء الطرقات وضعف بنيتها، بات مثار تساؤلات تبحث عن الإجابات كذلك. مشكلة الازدحام في الوسط التجاري، فما زالت هذه المشكلة أيضا عصية عن الحل، لأن طبيعة الوسط التجاري طبيعة صعبة وشوارعه صغيرة، ومن الممكن أن يتم تحويل بعض الشوارع باتجاه واحد لتلافي هذه الأزمة. الجهات الرسمية والمعنية رغم اتفاقها على تشخيص الأسباب والتداعيات، إلا أن أي منها لم يشترح حتى اليوم حلا يزيح هذا الكابوس الجاثم على صدور أهالي المحافظة.